أنا مش سامية جمال عشان أرقص، كان عايز يحمي ولاده ومراته من إخواته واتبهدل في أول حياته. ممثلة مشهورة اتهمته اتهام غريب، وعشان يجيب عربية عمل تصرف مش طبيعي. أسرار كتيرة مستخبية في حياة الفنان الكوميدي محمد سعد. تعالوا نشوف مخبي إيه. اسمه محمد سعد عبد الحميد، اتولد في 14 ديسمبر سنة 1968 من مواليد محافظة الجيزة. اتعرف عنه من صغره حبه للتمثيل، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. بدأ محمد سعد مشواره السينمائي في الثمانينات لما كان ممثل في أدوار ثانوية، وبدأ يظهر بوضوح ويبان سنة 2000 لما ظهر في فيلم الناظر، وكانت دي بداية ظهور الشخصية الأفضل والأشهر لي، وهي الليمبي. وفي سنة 2001 قام محمد سعد بالاشتراك مع أحمد حلمي في فيلم 55 إسعاف. وفي سنة 2002 كانت البطولة المطلقة الأولى لي لما جسد شخصية الليمبي للمرة التانية في فيلم الليمبي مع حلا شيحة وعبلة كامل. وفي سنة 2003 رجع محمد سعد بشخصية الليمبي مرة تانية في فيلم اللي بالي بالك، واللي جسد فيه شخصية تانية وهي شخصية رياض المنفلوطي، وكان الفيلم بطولة مطلقة لي بمشاركة الفنان حسن حسني. وبعد كده نجح في مجموعة أفلام بشخصيات مختلفة عن الليمبي زي بوحة وعوكل وشخصية الست الشهيرة أطاطا، ورجع تاني وجسد شخصية الليمبي في فيلم الليمبي 8 جيجا مع مي عز الدين. ومن أكتر مشاركاته المميزة في الفترة الأخيرة كان دوره في فيلم الكنز مع محمد رمضان وهند صبري، وقدر محمد سعد يثبت أنه ممثل محترف بدور مميز في الفيلم، وتفاجئ ناس كتيرة باعتذاره عن المشاركة في مسرحية علاء الدين، واللي كان بيقوم ببطولتها الفنان أحمد عز في أولى بطولاته المسرحية. وقال إن مجدي الهواري المخرج وأحمد عز عايزين يعملوا عمل استعراضي، وهو مش سامية جمال عشان يعمل الدور ده. أما أزمته الكبيرة كانت واحدة من تصريحاته لما شبه الفنان حسن حسني بالشيخ الراحل الشعراوي، وقال إن الراحل حسن حسني شخصية بتيجي كل 100 سنة زي الشيخ الشعراوي. الموضوع ده عمل أزمة كبيرة لمحمد سعد، وتهاجم جدا بسبب التشبيه ده اللي اعتبره البعض إنه تشبيه غريب. وأزمة تانية غريبة عاشها محمد سعد لما حرر محضر ضد إخواته إنهم بيحاولوا يسرقوه ويبتزوه ويستولوا على فلوسه، وإنه خايف منهم على زوجته وأولاده. كمان ابنه كريم اتعرض قريب للضرب من 10 أشخاص بسبب مشادة بينه وبين واحد من أصحابه في الكومباوند اللي ساكنين فيه، ولما ضربوا كريم الشاب جاب بودي جارد هجموا عليه وضربوا كريم ابن محمد سعد، وعمل محمد سعد محضر لحماية ابنه. اتهمته كمان الممثلة عبير الشرقاوي اتهام غريب بالنصب عليها، ونشرت الكلام ده في بوست وقالت ذكرياتي المفجعة مع محمد سعد لما كان مش مشهور وبيشتغل معاها في مسرحية. قال لها انه محتاج مبلغ 2000 جنيه ضروري عشان عنده حالة وفاة والده ولازم يسد ديونه، واتفاجئت بيه جاي المسرحية بعربية جديدة وفهمت انه اتنصب عليها، وطلبت من مدير المسرحية يخصم مبلغ كل شهر 200 جنيه من مرتب محمد سعد عشان يسدد الدين، واتفاجئت بيه بيتعدى عليها بالضرب وقت تغيير مشاهد المسرحية. وعن حياته الشخصية، محمد سعد متجوز من سيدة خارج الوسط الفني، وعنده 3 أبناء أكبرهم عنده 19 سنة، ولحد دلوقتي جمهور محمد سعد مستنيه في عمل جديد كبير زي ما بيوعدهم كل فترة.